منذ ارتقائها إلى مصف جامعة سنة 2000 مفاتئة جامعة سكيكدا تستقطب المزيد من الطلبة في عديد التخصصات، واستفادت بالتوازي مع ذلك بالعديد من المشاريع تتشكل في مجملها من مرافق بيداغوجية وخدماتية ومساكن وظيفية كانت مجتمعة محل معاينة من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجر، الذي أوصى بتسريع وتيرة الإنجاز دون إغفال للنوعية، معبرا عن ارتياحه لمكاسب الجامعة. فمثلا نظن مشروع 8000 مقعد بيداغوجي جديد ستستلمها جامعة سكيكدا إن شاء الله في نهاية شهر جوان، وسوف نستغلها في الدخول الجامعي المقبل. ويضاف إلى هذا أيضا مشروع 4000 سرير سوف تكون جاهزة إن شاء الله قبل الدخول الجامعي القادم. وبذلك أقول بأن الدخول الجامعي في جامعة سكيكدا للعام القادم 2016-2017 سيكون دخولا مريحا. وفيما يتعلق بالمساكن الوظيفية للأساتذة، ستستلم منها قريبا جامعة سكيكدا شطرا معتبرا، وهناك مشاريع مماثلة عبر جامعة الوطن يجري إنجازها، أشار إلى ذلك السيد الوزير. على مستوى الوطني كما تعرفون من مجموع 10000 سكن قد تم إنجاز أكثر من 3000 مسكن وتم توزيعها، و3000 أخرى تم هي في نسبة مختلفة، وحوالي 2000 سكن أخرى تم الاتفاق مع وزارة السكن بتعويضها بسكنات أخرى، وبذلك يكون مجموع السكنات التي نكاد ننتهي منها 7000 مسكن من بين 10000. وقد أعطيت تعليمات أو أعطيت تعليمات حتى من قبل للسادة رؤساء الجامعات في تسليم شهادات الاستفادة إلى مستحقيها عندما يبلغ الإنجاز 40% في أي مشروع. فبتوافر الوسائل والشروط يتحسن الأداء.